شباب اللي معي عناصر من الجيش الحر مشقين عن الجيش النظامي. عندنا هلا مهمة استطلاعية، في عندنا مكان متمركز فيه الجيش النظامي والأمن والشبيحة. عندنا مهمة إنه نروح نرصد شو هو عدده وشو تجهيزه وشو إمكانية القتالية. راح نخبر بعد ما ننتهي من الرصد، راح نخبر قيادة الجيش الحر شمال سوريا بجسر الشبور. أكيد شعور بالفخر، شعور بالإباء. نحن الجيش السوري الحر بقول للعالم إنه نحن موجودين، ولكن نحن على الأرض. بإذن الله راح تشوفوا قريبا عمليات على مستوى عالي، عمليات ضخمة وراح نسلك النظام. 8 months into a brutal crackdown on peaceful protests, Syrian President Bashar al-Assad is now facing the reality of a threat which for so long was only a fiction, an armed rebellion seeking to topple him by force. But the men now turning their guns on the Assad family's 41-year dictatorship are not the criminal gangs or terrorists the regime claims, but members of Syria's own security forces, defected after refusing to open fire on unarmed protesters. أنا كنت أحد ضباط الجيش النظامي، حتى ما كنت ضباط الجيش، كنت من عناصر الأمن تحديدا. انشقيت عن النظام لأنه كنت أشوف أمور كتير من النظام، كيف عم يمارس مع الشعب أمور القمع المشدد على الشعب كتير، كيف عم تعدى على الناس، عم تعدى على الشعب، كيف النظام قائم كعصابة. An unlikely freedom fighter, Abu Ali spent his early career as an enforcer of the police state, a member of Syria's much feared military intelligence. أعطاني تصريح ما كان صلاحية تعملوا أي شيء. طبعا مين القائد العام اللي هو رئيس بشار. فتمت الإبادة بكل بساطة. هاي كمان كنا موجودين عليها. نزلوا الجيش، ضربوا بالدبابات على البيوت، ضربوا على المدنية، رشوا على المظاهرات. Having defected and fled across the border from Syria into Lebanon, Abu Ali prays with other Syrian refugees in a local mosque for the downfall of the Assad regime. هاي نحن على الحدود، هاي نحن بهاي المنطقة هون، فالألغام انزرعت بهذا المكان هون، بهذا المكان. أنا بعد انضمامي للجيش السوري الحر انضم إلي مجموعة من العسكريين المنشقين. أنا هلا قائد عليهم، قائد ميداني، بنقوم ببعض العمليات. ونحن مدخلنا راح يكون من هذا المكان هون. فينا نتجاوز هاي، تم فك الألغام بشكل سري ومعبر بسيط جدا راح نمر من هاي المكان حسب الأوامر اللي بتجينا. بنساعد المظاهرات السلمية إذا صار فيها جرحى أو شهداء أو شيء، بنساعدهم، ننقل الجرحى وننقل الشهداء، بنرد عنهم، نطلق النار، ممكن نطلق النار على الأمن وعلى الشبيحة اللي عم يطلقوا النار على المظاهرات، نحميهم يعني بالنهاية للمظاهرات. هذا هو عملنا بشكل عام. A short distance across the remote valleys that form the border between North Lebanon and Syria, a second commander of the Free Syrian Army, also a defected soldier, explains why he believes only force can end the violence in Syria. ليش ضروري؟ شو يعني؟ معلش بدي أوجه لك السؤال لإلك. أنت إذا شفت اثنين عم يتقاتلوا، واحد غلب واحد يعني عم يقوسوا، ما فيك ما بدك ترد يعني عنه انه ليش عم يقوس؟ كعسكريا ما عندنا عتاد، ما عندنا سلاح، ذخيره خفيفه جدا ما في، وعندنا نقص في الاجهزه كمان. بسوريا نحن حكينا اذا كان في دعم من الخارج، من الاتحاد الأوروبي أو من تركيا أو من أمريكا أو من بريطانيا أو من فرنسا، بيكون أولا تأمين منطقة عازلة للعسكريين للتجمع، حظر جوي،
دعم بالسلاح نؤمن هذه الخطوة إلى الأمام ضد النظام حتى يصبح كنظام القذافي حاليا مهزوم ويلقى القبض عليه. In an interview for this film, the leader of the Free Syrian Army, Riyad Assad, who is no relation to the ruling family, said his rebel army had grown fast. هذا الجيش السوري الحر هو الجيش الوطن جيش المواطنين انبثق من رحم الجيش السوري الظالم الفاجر اللي عم يقتل المدنيين وعنا في سوريا. تنظم الجيش السوري الحر منذ 3 أشهر تم بسبب زيادة عدد المشقين انضباط وأفراد فكان تنظيم الجيش والجيش يضم كتائب موجودة على الأراضي السورية. Assad, who is based in Turkey, insisted the move towards an armed rebellion did not spell a descent into civil war in Syria. نحن نحترم كافة الطوائف في سوريا، كافة القوميات في سوريا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولا نفرق بين أحد المواطنين. ندعو إلى 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 دولة ديمقراطية حقيقية، مدني بكل معنى الكلمة. كل إنسان له تمثيل في الشارع. الصناديق الاقتراع هي التي تحكم بين الناس. But before elections can happen in Syria, the Free Syrian Army say attacks against Assad's security forces must be stepped up. حوالي جيش دباب إلى حالة. وقفت هنا أنا بعيد عنه. شو كانت المسافة بينك وبينه لما كانت المسافة 150 أو 200 متر. وقفت هنا أنا. طبعاً أول قذيفة ما طلعت. شلتها وحطيتها على جنب. بس ثاني قذيفة طلعت انتبه هون كان التصوير هاي انت ما هاي هاي انا هون شايل القاذف ضربته هون صبت الهدف طبعا انا وقت انفتنا على الجيش اقسمنا اليمين على اساس انه نحمي الوطن من العدو مو بنحارب شعبنا بس نطالب بالحرية وقفنا مع الشعب تنحرر الشعب من الظلم وهني كانوا خادعين باليمين اللي أقسمنا أنه إحنا نحمي الوطن مو بنحمي العيل الحاكمي أو المثل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله اللهم انصرنا على طاغية الشام يا رب العالمين اللهم انصرنا على بشار وأعوانه يا رب العالمين اللهم دمر ملكه يا رب العالمين اللهم هيئ لنا أسباب دحره يا رب العالمين اللهم هيئ لنا أسباب Prayers done. Abu Ali and his men set off on a mission under cover of darkness, crossing the border from Lebanon back into Syria to survey a Syrian military base. أهداف الجيش السوري الحر النهائي والهدف الكبير اسقاط النظام. نحن بعد عن الحدود السورية هلا عم ترسل بيش بيح بيش تابع النظام أقطع بالأسر هل عندكم جهوزية انكم تشتبكوا مع الشبيحة وقوة الأسد؟ بالطبع طبعا يعني جهوزيتنا عالية جدا بالقطاع بالرغم من قلة السلاح والذخائر الموجودة لدينا نطلب من المجتمع الدولي الضغط على النظام السوري وعلى الرئيس بشار ليتنحى نطلب منه تسليح الجيش السوري الحر لأنه تسليحه قليل جدا وذخيرته أقل